إعلامية وممثلة مشهورة معروفة بإطلالاتها الجريئة، حبها الجمهور في مسلسل المداح ونفسها تمثل مع النمبر 1. حصلت لها أزمة كبيرة مع سواق أوبر واتهمته بالتحرش بها على الطريق. مين هي الفنانة هالة السعيد صاحبة أزمة سواق أوبر؟ اتصدرت الفنانة الشابة هالة السعيد الترند على السوشيال ميديا الساعات اللي فاتت بعد أزمتها مع سواق أوبر واتهامها ليه بالتحرش بها على الطريق. فيا ترى مين هي هالة السعيد واتصرفت إزاي مع سواق أوبر؟ هالة إعلامية مصرية وممثلة، اتخرجت من كلية العلوم السياسية ودرست الإعلام، ورغم إن دراستها كانت مختلفة تماماً لكنها كانت بتحب الفن ونفسها تمثل. قدرت تجتاز اختبارات القبول في المعهد العالي للفنون قسم التمثيل والإخراج عام 2015. بداية ظهور هالة كان من خلال قناة روتانا مصرية، وقتها اشتغلت مذيعة في برنامج عز الشباب مع ياسمين رئيس ودينا الشربيني، لكن ياسمين ودينا سبقوها في التمثيل والنجومية وهي فضلت فترة في الإعلام. راحت بعدها لقناة صدى البلد وقدمت برنامج شباب البلد، انتقلت بعدها لقناة NBC مصر وقدمت برنامج أحسن ناس. أما في 2014 كانت أول خطوة ليها في التمثيل، شاركت في مسلسل سرايا عابدين ولعبت دور عطيات. بعدها بدأت تظهر في أعمال فنية كتير، آخرهم مسلسل المداح اللي لعبت فيه دور أم بتتخلص من بنتها وبتاكلها، فدورها كان صادم للمتابعين عشان كده حققت جماهيرية كبيرة من خلاله. كمان هالة بتحب تشارك المتابعين يومياتها دايماً من خلال حساب الإنستجرام، ومنهم أزمتها مع سواق أوبر. نشرت هالة فيديو على حسابها على إنستجرام واللي بتكشف فيه عن تعرضها للتحرش من سواق أوبر على الطريق. ظهرت في الفيديو هي واقفة جنب حاجاتها على الطريق وبتقول أنا واقفة في محور الضبعة وفجأة سواق أوبر وقف في الطريق ده وقال لي العربية سخنت، ببص ورا لقيته بيفتح هدومه وقال لي ما تخافيش أصل عندي السكر ولازم أدخل الحمام. نزلت وسبت حاجتي في العربية ووقفت في الشارع وبعت لايف لوكيشن لأصحابي، الحمد لله إني قريبة من البيت وإننا في النهار، سواق أوبر حاول يتحرش بيا وعدت على خير. أنا قلت بعد اللي حصل بقى في تسجيل في العربية، بس واضح إن مفيش فايدة، أوبر الشركة نفسها لازم يتحاسبوا. من وقتها تصدر اسم هالة الترند، ورغم إن في كتير من المتابعين واقفين معاها وبيدعموها، لكن في منهم شايفين إن هالة بلغت في تصرفها وإن السواق ممكن يكون فعلا مريض سكر. لكن هالة طلعت ردت وقالت لقيت واحد بيعمل كده قدامي وما قاليش من الأول إنه عنده سكر، الناس طلعت تقول لي انتي ظلمتيه، انا منهاره ومش قادره اتكلم والموضوع كان صعب عليا ولسه مخضوضه ومش قادره استوعبه ومحتاجه اهدى شويه، ولازم الشركه دي تتحاسب عشان اللي بيحصل ده هبل واستهتار، ان شاء الله هاخد الاجراءات القانونيه ضدهم، اللي بيحصل ده بقى ازيد من المتوقع. لحد دلوقتي هالة السعيد لسه ما قررتش تاخد اجراء قانوني ضده، فترى الساعات اللي جايه هتاخد اجراء ضده ولا هيكون عندها حل تاني؟ هنشوف.